تلبس البدله دي يا بابا. افهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم، انا يا بابا لو فانكي. بص يا بابا السبايك، بص كل الادويه دي ما تلزمنيش، ده ابو امك ما وافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعالى اعدلك كده فتره. استنى نفسي تبقي موجوده النهارده. طيب وركبه اهو رايح اخطب. حشتيني يا زبيدة. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. حشتيني يا بابا. ثانية كمان وانا هوحشك. حشتيني يا زبيدة. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش الله يرحمها الله يرحمها. يا بابا هتخنق، انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيت يا لوزة، بيت يا لوزة. ايوه يا ستي. تعالي يا بنت، ايه اللي مرمى على الارض ده؟ دي ميه يا ستي، انا لسه مسحه. انت ايش عرفك انت؟ ويت ايه ده عمل معمول لي، امشي هاتيلي شويه ملح عشان افسده. امشي يا بنت. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الا يخرب بيتك يا وليه يا ام عاطف، تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير، جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام، احرمها من دخول الحمام. اه يا وليه دي خرب. هات يا بنت هات يا بنت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم. امسك يا بنت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب لحسن مكتب الله. امسك دماغك ده هي واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالتي؟ حبيبي ازيك يا روحي، عامل ايه؟ وحشتني يا ولد. ايه ولا انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه اهي، رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالتي. ليه مالك يا وائل؟ اسالي نوال. يا ماما بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش، مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا، هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني، عايش لوحده ويا عالم يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بنت. تعالي يا بنت نوال، انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. ترزي اقعدي حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش واكل انت حر اللي ياكل على نفسه يتعدى. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين هيشغلها وانا بره؟ في يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس اربع عيش. انا اسف انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مره امبارح؟ امبارح غير النهارده. يا بابا انت هتديها حقنا. خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفت ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10,600 جنيه، هتاكل منك حتة. والله منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش البس الألماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. رايحة فين يا نواه؟ رايحة كوافة. في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونة. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزق؟ مشاري واسع.
هتلاقي امك دي جايبها لك. يا راجل يا حمار استنى عليا انا هوريك. انت نازل ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، ما الشارع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب اقل واجب لما تخش عليا الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربيه المولد اللي انت راكبها دي مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسايق جمال. بابا مش عاجباك العربيه يا شباب. بابا ما كترش في كلامك افتحي الجاكيت ما تغلطش فيه. خليك بعيد ما كترش في الكلام. خليك بعيد عشان الجاكيت ما تكرمش. الناس بتتربى ده. وريني رخصك يا بابا تتطحن. انا اتهرسني حد ماشي. ايه انت بتدي لك على تايمور. بابا بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله دي انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بقى من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجودة تفضلوا. انت البولية يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. تفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ معرفش يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. تعالى ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك. انما كفله الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي 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 ده بركه البيت. زي ما يا يا بابا عيني. يا حبيبي يا ابني انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارب بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بيننا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هارم. ربك كريم هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه. حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مش سلامتك ولا حاجه؟ سلام. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. استر استر من عيني يا عم. احنا طبق فول. ايه اللي بيعمله ده؟ ما رضيتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى انتوا سيبونا يومين عشان نفكر مش كده يا باشندي؟ المكتوب مكتوب واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل. ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجي لك الرد. تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار. ابقي اتصلي بينا يلا. يا بابا ما تكلمناش في حياتك. ولا كلمه قدام يلا. معلش يا عمي انا اسفه. شاكرين قوي يا نوال. جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح. شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جنين. احنا قاعدين في المنطقه كلها. ايه خير يا بشندي؟ ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هاني. انا قلت والله انه لا يجوز. الولايه حماتك دي دماغها ضربه. يا بابا انا مالي ومال؟ انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعه بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطبتنا. ربنا يخليك حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت عازمها في المطعم ده.
كل يا تيمور كل يا ابني، داخل على جواز محتاج ترب عظمه. اللحمه حلوه قوي بابا، كنت بتجيبني ليه من زمان؟ والحاج جوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزه دي. ربنا يخليك يا بابا، بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك ممكن بعد الخطوبه بعزم نوال وامها هنا؟ وامها لا، نوال في عينيها الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي اللي تاكل حته. انا عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول وانا اطول. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم، اعظم قصدي كبارات البلد، بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. اكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراحل فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي. انت والله انت متكلف. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا قدامي يا باشا، ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بستعملها في الدليفري. دليفري بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صبر عليا مرحوم امك، واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. انت يا راجل بتستهبل، مش عيب تخش على ولية كده من غير ما تستأذن. افرض قلعة ولا بستحمى، افرض سرحانة بحاجة قليلة الأدب ومش عايزك تشوفني، تدخل كده عليا خلوتي؟ فضل فضل. استنى انت عميت وعينيك البعيد، مش سايف عيل البردة ويودي روح لأمك. كهرمانة لما عيالك عندي شغل. موضوع اسمي عابد البلاوي، المهنة تنزي حريمي، سن 42 سنة. لا تكذب من أولها، 58 سنة ومولود في المحلة، وتعمل لك عمل زمان وترمى في حلة، وحلة يا حلة، ليلة نطين يا حلة. حلوة؟ عجبك إيه؟ رايح فين؟ رايح فين؟ مالكش دعوة اللي بيدور هنا ها؟ أنا جاي من طرف نوال. معلش عشان النوالات كتير. إيه يكون سلمتي نوال بتاعت الأردن والنبي أحبها؟ لا نوال بتاعت الأردن. أدي بنتي غلبانة يا أمها، سرق منهم عقود وجبناه. أنا بقى جاي مخصوص عاوز أعرف مين اللي خد العقد ده. حضرتك في النيابة؟ لا يا فندم. أمال إيه جاي اللي أنت مالك ومال ده شغلي؟ مالكش أنت دعوة. معلش. اللي معلش إحنا ما نفضحش حد، جبنا العقد وخلاص. معلش من فضلك، العقد ده أنا اتهمت بالسرقة أنا وابني وحيدي في هذا العقد. ما أنت شكلك حرامي. لا من فضلك أنا ترزي حريمي. أنا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان؟ أنت جاي تحرق دمي؟ خلاص عقد السرق والإناء، اتكل على الله. يلا بقى يلا، أنا في حاجة بتجري في دماغي مش عارفة إيه هي. اتكل على الله بقى ترقنا. سبحان الله. ده بينه اتجنن ولا إيه؟ سبحان الله. في حاجة يا ساتر؟ يخلق بشبه 40. حضرتك شبه المرحومة مراتي الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن إليها. الله يرحمك يا زبيدة. الله أكبر. حضرتك تعرفيها؟ الأرواح بتتلاقى في ملكوت الله. أمر عليكي لو قابلتيها قولي لها البنطلون الأزرق بتاع الببلاوي حطيتيه فين؟ فين نسيت؟ ما أنت قصيته وإديته للواد ابنك وقعد يعيط لك يا عنوم عشان تجيب له بنطلون جديد. صح صح صح، الله هو أكبر. رسمة العين مناخير السايحة. برأيي يا بولا انت كده هتجرجرني للرزيلة، وانا بصراحة بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى واروح للرزيلة معاك؟ لا لا، رزيلة انت فهمتيني غلط. يبقى انه اتجنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفجر ونوسة ده نفسي البسك فستان بقصة ايدي انا. ان شاء الله اجيلك الورشة. انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد عبد الحميد في الجيزة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا واصلة يا جامدة. ازيك يا نوال يا بنتي؟ ازيك يا عمري؟ حد الله بيني وبينك ابدا ما سلمش عليكي قبل ما تلبوا بلاكم على الناس الاشراف وتتهموهم بالكذب. اتاكدوا الاول على عموم الست اللي انت داخله لها دي بترمي الكذابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بتنمي. الفلاية دي ضيقة قوي. مفيش حاجة. هما ليه اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده؟
أملا دي؟ لا ده فار. كنتي أملا عاملة نفسها فار؟ القصد جبتها بشكل. اهلا 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 مؤاخذة، اتفضلوا يا اهلا وسهلا. شوف دخلة الحريم تسرح كده، التنير رجالة قطعوا يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا ستينة؟ ازيك يا كتاكيت؟ اهلا اهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين، انت عارفة بنات اليومين دول بيتكسفوا. لا في كسوف وفي حد غريب، ده انا خالد. بص عشان انفك كده تحب اقلع لكم مرت والنبي اللي عملت سعيد. ايوه اهلا اهلا اهلا، ما شاء الله. مواضيعكم سابقاكم. الله 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 الله، غمض عينك يا حلوة يا ام قصة انت. يخرب بيتك وبيت اللي رباك. البنت دي متجوزة من ورا اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسة؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدبة، هتاكلي بالسبسب وحط وشك في النار. متجوزة من ورا اهلك وبتضربي بانكو. ها؟ هي فعلا يا خالتي متجوزة عرفي وجاية لك تشوف لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم، دايما يجوا بعد العرف. مفيش واحدة فيهم تيجي قبل العرف، لا يجيبوا البلوى ويجوا بيها. يا ساتر يا رب، ورينا يا ابني، ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت. طب بصي بقى، الورقه اللي كتب عليك فيها يا هبله سايلها عند واد اسمه سيد في العباسيه، تروحي تجيبيها منه وتقطعيها. الواد ده مش بتاع جواز. يلا يخرب بيت الجسم يشال منها اللي عليها جامد يا سعاد. طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه؟ والنبي ما تقلقي على بنتك، تعالي يا امور. تعالي تعالي يا ماما تخافيش. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي، بطه بطه. تعالي تعالي تعالي. كل حاجه كل حاجه. بقول لك ايه يا حلوه، الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجه هامه على ظهره كده، شايل نخلة شايل بلكونة الكونترباس. ماليش دعوة يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله. اسمه ايه؟ أمور؟ تيمور. تيمور. الواد ده ابن حلال يا سعاد. بس قوي يا خالتي. واحدة هنا خالتي كمان يا اختي بطة. الواد